الخيار. دكتور عبد علي، في مخص هذا المؤتمر التأسيسي الذي عقد في القاهرة، هل كنتم ممثلين؟ هل لديكم مشاركة؟ وبالإجمال كيف تنظرون إلى كل ما يصدر عن هذه المؤتمرات؟ أكل عزيز وبكتي، يعني على المستوى العام أن الشعوب العربية أعتقد على قدر كبير جدا من التوافق والتواهم بشأن الأحداث الجارية في بلدانها، وهذا مؤشر جيد يمدع على أن الشعوب العربية بدأت يعني تنظر إلى نفسها على أنها بإمكانها أن تغير وأن تصنع بقراراتها مجد جديد وأمل مثمر. المؤتمرات اللي جرت في القاهرة أو في غيرها من البلدان، أنا لا ما عندي خبر يعني ولا عندي علم إذا كانت الوفاة قد دعيت إلى هذا المؤتمر أم لا، بس أعتقد أن الوفاة لم تشارك في هذا المؤتمر، والوفاة يعني على التواصل الإعلامي مع شعبها ومع الشعوب العربية، وبالتالي فهي على اطلاع واسع على ما يجري في المؤتمرات العالمية، وفي نفس الوقت أن رسائلها تصل إلى كل شعوب العالم العربي والشعوب الأخرى. لكن بحسب معلوماتي لا أعتقد أن الوفاق قد دعيت أو شاركت في هذا المؤتمر.